متابعين كنت رجعنا لكم في لقاء جديد كما توعدناكم. بدينا في الحديث على الشعر المستعار وباقي معنا يوسف بن سولي خبير في الشعر المستعار ومصفف شعر ولكن خبير مختص في الشعر المستعار. فاليوم غندويو على الكلبسات. الحلقة اللي فاتت دوينا على السيكل، فالحلقة ديال اليوم غندويو على الكلبسات. غيشرح لنا في الأول شنو هما الكلبسات، شنو هما الكلبسات يوسف؟ فوالا بالنسبة لهادو كلبسات، كلبسات هما التيساج. الكلبسات الفرق ديالهم ما بينهم وبين السيكرز اللي كنا شرحنا في الحلقه اللي فاتت، هادو كتركبهم لا كليونت الوقت اللي بغات وكتحيدهم الوقت اللي بغات، وكيستعملوهم بحال هكا المشاطه كيديروهم عرايسات، كيديروهم الناس اللي كيكون عندهم مناسبه. كتقدر تزيدهم، تزيدهم كون ملا بغات تجمعها الفوق ولا بغات شعرها طويل ولا بغات ديروا بوكلي بان في شويه فولين، كتزيد هاد الكلبسات حتى هما كيكونوا شعر ناتشورال 100%. وكتقدر تركبو بوحدها، يعني تركبو راسها الوقت اللي بغات وتحيد الوقت، يعني ما كتحتاجش انها تنقل حتى المركز ديال التجميل. لا ما كتحتاجش، الا اذا كانت باغا ديرو بوكلي، باغا ديرو سامبل، باغا ديرو ماش كتقدر، ولكن الا بغات غير تركبو باش يبان غير شعرها طويل بلا ما تصور كتقدر تركبو غير بوحدها. وشنو المشاكل اللي كيطرحها هاد التقنيه هادي، شنو المشاكل اللي كيطرحها؟ المشاكل ديال الكلبسات، المشكل ديالهم ما خصهمش يركبو بزاف، ما خصهمش يبقاو مده طويله في الشهر، يعني الماكسيموم اللي ركبتهم ما تفوتش فيهم واحد 3 سوايع وتحيدهم، حيت المشكل ديالهم بحال مثلا هاد الباندا كتكون فيها 100 غرام، 100 غرام كيهزوها غير هاد 3 الكلبسات بوحدهم. يعني ثقيل. يعني كيجي ثقيل، ماشي بحال السيكرز كيجيو خفاف، هادو كيجيو ثقال، يعني مثلا ملي كنلصقوا الكليانه وحده هنا، وحده هنا، وحده هنا، كيلصقوا على ثلاثة ديال لاميش، إلا بقاو مدة طويلة في الشهر كيقدروا يتقلوا على هذيك البلاصة، وعلى حسب المدة ما بين 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، تقدر هاد البلاصة تبدا تقوالي. يعني أول حاجة ما خصهاش تبقى تركب في نفس البلاصة ديما، وثاني حاجة تحاول ما تخليهمش مدة طويلة في شعرك. والطريقة قربنا شوية من الطريقة، حنا المشاهدين غيشوفوها، ولكن كيفاش الطريقة باش كيتركبوا؟ الطريقة باش كيتركبوا فوالا نعتبروا مثلا هذا هو الشعر ديال الكليانة، كنسيباريو من هنا من النص، كنحلوا هذه راه غيبان في الشعر ديال الكليانة، كنسدوها كنحلوا هذه حتى هي، كنخشوها في الشعر ديال الكليانة وكنسدو، كنحلوا هذه حتى هي كنخشوها في الشعر ديال الكليانة وكنسدو. فوالا بحال هكا كيبقى لاصقين. فهذه تقنيه، ثاني تقنيه، ولكن شنو الاقبال؟ واش كيكون الاقبال كيكون على الكلبسات اكثر ولا على هذوك السيكرز؟ فوالا بالنسبه للاقبال كيكون على الكلبسات اكثر في الوقيته ديال البرد، الوقيته ديال البرد يعني بزاف الناس ما كيبغيوش يلصقوا الشعر ديما، كاين التجاؤل للطريقه ديال الكلبسه ديال التيساج هي اللي كيخدموا عليها بزاف. الوقيته ديال الصيف الناس بزاف كيبغيو شعر يبقى مفيكسي عندهم في شعرهم، كاين التجاؤل التقنيه ديال السيكرز، يعني الاقبال اكثر هي في الكلبسات كيكون في الشتاء، وفي الصيف اكثر هي الاقبال كيكون على السيكرز. وبالنسبه لهاد الكلبسات كتقدروا تخدموا عده طرق، كنقدروا نحيدوا لهم مثلا هاد الكلبسات ونقدروا حتى هما نفيكسيوهم في الشعر، يعني حتى هما كيتفكسيو، حتى هما يقدروا يتفيكسيو في الشعر ويبقاو مده طويله ماشي مشكل، يبقاو مده ما بين شهر شهر ونص ماشي مشكل. غير كنرجعوا لهذيك القضيه ديال انه ممكن انه يضروا الفروه ديال الشعر وانه يخوا هذيك البلاصه لان المده طويله. الا تفيكسيو في الشعر من الاحسن يبقاو، الا تفيكسيو في الشعر من الاحسن يبقاو واحد الشهر مزيانه، ما يخويو لها لا شعر لا شي حاجه، يعني ما كيبقاش مطروح هذاك المشكل ديال انهم كيتقلوا عليها. لا ما كيبقاوش، حيت ما كنبقاوش معتمدين على هاد الكلبسات بوحدهم، كنعتمدوا على الصف كامل. وكيكونوا الصفوف خفاف، كيكون كل صف فيه واحد مثلا 30 غرام في الصف، وكيشد في كيشد في هاد الدوره كامله ديال الراس، يعني كيختلفوا عليهم. كيختلفوا عليهم، يعني ملي كنبغيو نثبتوهم في الشعر كيكون واحد النوع اخر من غير هادو، كيكون نفس النوع ولكن كنحيدوا ليه هاد الكلبسات، ياك كنحيدوا هاد الطبقات هادو اخف، وكنقسموا كنسيباريو مثلا باش كيولي خفيف. دابا هذه فيها 100 غرام، الا قسمناها على جوج غتولي فيها 50 غرام، هذيك 50 غرام على حسب الشعر ديال الكليانه، الكليانه الا كان شعرها الزغبه ديالها شويه واقفه وشعرها ماشي خفيف كنقدروا نديروا لها 50 غرام، صفي 50 غرام نفيكسيو ليها على الدوره ديالها كامله سواء بليزانو سواء بالخياطه. الا كانت الزغبه ديال راسها خفيفه كنقدروا نديروا غير 20 غرام وكنفيكسيو لها على شعرها باش ما يتقلش عليها بزاف. وبهذه التقنيه كيقدر يبقى ليها مده ديال شهر وكتحيدوا وكتعاود عاود ثاني ترجعوا لنفس الطريقه. فدونك كلبسات هما خفاف ثقال، هذه هو الحاجه اللي كتفرق بينهم وبين السيكرز.
فدائما كندويو على دوينا على لي كيميز الكلبسات. فدابا بغينا نشيلوا لواحد النقطه اللي اساسيه ضروري ملي كندويو على شي حاجه اللي كتخص الجميل او اللي كتخص الشعر. فالسؤال الاول اللي كيتبادر للذهن ديال دابا النساء هو الثمن. بالنسبه للثمن ديال هاد الكلبسات الثمن ديالهم ما مستقرش في واحد الثمن اللي معروف عند كل شيء. الثمن ديالهم كيختلف ديما كيختلف على حسب لاكاليتي ديال الشعر. ديما لاكاليتي ديال الشعر ملي كطلع كيطلع الثمن. لاكاليتي ديالهم ملي كتكون ناقصه كيكون ناقص الثمن ديالها. كثمن تقريبي مثلا الثمن تقريبي بالنسبه للكلبسات كيبقى من 1200 درهم من 1000 درهم 1200 درهم كيمشي حتى ل 2000 درهم ل 100 غرام على حسب الجوده ديال ليكستونسيون على حسب الجوده ديال الشعر مصاها. فبالنسبه للكلبسات كنظن اننا طرقنا جميع داكشي اللي كيخصهم. ففي الاخير بغينا ابغ لهذا الشيء ديال الشعر المستعار بغينا نصيحه للسيدات اللي كيتشاهدونا دابا. نصيحه كيفاش انهم يقدروا اللي بغات تزيد الشعر المستعار ما تضرش الشعر ديالها من بعد ما دير هذه العمليه. نصيحه اول حاجه خصها تختار الصالون اللي يكون موثوق. الناس اللي يكونوا بروفيسيونيل، الناس اللي تكون ديجا عندهم سمعه قبل اللي سمعه مزيانه واللي اختصاصيين في ليكستونسيون اللي ديجا كيخدموهم. ما يكونش اي واحد يعني متطفل على هذه الحرفه هذه وغيدير شي حاجه اللي غادي تضر الشعر ديال الكليانه وغتاخذ هذا يعني هذه التقنيه كامله وهذه التقنيه كامله غتاخذ واحد السمعه اللي ماشي هي هذيك اللي ما مزيانش. هذا هو انت كتركز على ان الاختيار ديال المحلات والاختيار ديال اليد اللي غادي تخدم لها هذاك المحل. من الاحسن الاختيار كيلعب واحد الدور مهم فهمتيني باش الكليانه حيت شعرها هذا وخاصها تحافظ على شعرها. يعني هي تدير واحد الموديفيكاسيون في شعرها خاصها المحل ولا البلاصه اللي تكون موثوقه وديجا عندها سمعه مزيانه وديجا كيخدموا مع الناس ومعروفين يعني اختصاصيين في ليكستونسيون. وفي الحديث ديالك شرتي العنايه، ركزتي على العنايه، فكيفاش نقدروا نعتنيو بهذا الشعر المستعار؟ بالنسبه للعنايه ديال الشعر المستعار خصنا واحد القضيه نعرفوها بان هذا حتى هو شعر ديال الانسان، شعر ديال بنادم. يعني كاينين بزاف لا كليونت اللي كتاخذ من عندك مثلا ليكستونسيون ومني كتمشي ما كتعاملش معاهم كانهم حتى هما شعر بحالهم بحال شعر. لا كتعامل معاهم عادي، تقدر تقول شوف شعري ما تصوبوش مزيان، هادو اللي صوبهم مزيان هادو دير لهم لالاك، شعري ما ديرش لي لالاك. يعني هي كتحافظ على شعرها وما كتحافظش على ليكستونسيون. من الاحسن هذاك الشيء اللي دير لا كليونت لشعرها ديروا ليكستونسيون حتى هما، لقيتي ملي تحيدهم شكون غتغسلهم؟ دير لهم حتى هما واحد الماسك، دير لهم سيروم مثلا كانت غادي تصبغهم غادي تفتح، دير لهم حتى هما واحد سوان باش لاكاليتي ديال ليكستونسيون تبقى حتى هي مزيانه. يعني انت بغيتي تقول ان كيعتنيو بالشعر ديالهم ولكن كيعتنيوش بالشعر المستعار. يعني كتقول لك دير هاد القومه هاد الماسك مثلا للشعر ديالي ولكن هذاك الشعر المستعار بحال هذا هو المشكل. يعني المعامله اللي كتعامل مع شعرها كتعامل مع الشعر المستعار حيت بجوجهم كيبقاو شعر ناتشورال بحال هكا باش تحافظ عليه ويبقى لها مده طويله. شكرا بزاف يوسف على هذا الكم الهائل ديال المعلومات اللي عطيتينا سواء في الحلقه ديال اليوم سواء في الحلقه اللي سبقات. فهذا هو لقاءنا اليوم مشاهدينا، على امل لقائكم في حلقه جديده ان شاء الله ومع ضيف جديد وفي موضوع جديد. السلام عليكم.